يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة تلفزيون مصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا مصطفى، كل سنة وأنت طيب. صباح الفل عليك يا جمانة، وكل سنة وأنت طيبة، وكل سنة وحضراتكم كلكم طيبين. النهاردة أول يوم نرجع فيه لمواعيدنا تاني من السابعة حتى العاشرة بتوقيت القاهرة، بعد ما كنا في أيام رمضان بنشتغل لغاية بداية من الساعة 8 يعني لغاية الساعة 10. ربما امبارح الأجواء كانت مبهجة جدا، عيد استثنائي لأنه هو طبعا بيجي في أحد أيام الجمعة، ودي من الأعياد النادرة الجميلة اللي بتبقى يعني إيه صدف كده زي ما بيقولوا. العيد في مصر كان مختلف، رصدته عدد كبير جدا من الصحف ووكالات الأنباء، صورت طبعا مشهد تكبيرات العيد ما زال يعني صداها بيتردد في الأذن، صورت طبعا صور البلالين اللي بتقع ربما من بعض المساجد اللي عاملاها عشان الأطفال يفرحوا، صورت مظاهر وبهجة عيد الفطر المتمثلة في توزيع عدد من المصريين الكرماء زي ما بنسميهم لبسكوت العيد، لشوية بونبوني للأطفال، اللي بيوزع كيس اللعب. اللقطات الجميلة دي ربما هي اللي كانت مسيطرة على أهم مشاهد أول أيام العيد. كل واحد فينا أول يوم من أيام العيد بيبقى ليه طقوس معينة، بالتأكيد في منها ما يتعلق بالأصدقاء، يتعلق بصلة الرحم والأقارب، يتعلق بالأسرة ونطاقها وإسعاد ورسم البهجة على وجوه الأطفال. كل واحد لنا ليه مذهب معين في أول أيام العيد. قضيت أول أيام العيد إزاي ورحت فين؟ ده سؤالنا اللي موجود النهاردة على صفحتنا على فيسبوك. أبدأ بزمانة، أكيد كان عندها معالجة مختلفة. معالجة فعلا. لا والله عملتي إيه بقى؟ قولي لي. بص هبهرك، أنا هبهرك عملتي إيه في أول أيام العيد. أيوة، أنا مبدئيا قضيت أول أيام العيد مع جمهور صباح الخير يا مصر الحقيقة، وكانت أيوة أنت كنت امبارح لوحدك. أيوة. وبعدين خرجت بعدها مع أصحابي، شربنا قهوة في مكان بعد البرنامج على طول. كويس. يعني ابتديت طبعا بصلاة العيد الحمد لله يعني، وبعدين رحنا شربنا. لحقتي صليتي ورجيتي؟ صليت ونزلت على طول يعني. كويس. صليت وجيت على الشغل على طول، وبعدين روحت بقى البيت قلت هريح شوية على سنة يبقى عندي خطة. كنت عاملة حسابي على اللي بيشغلوا في صباح الخير يا مصر عارفين السيناريو ده. بس خلاص اهو انا روحت. احنا بنصحى يعني في الوقت اللي فيه الناس كلها نايمة. بالظبط، احنا يومنا مقلوب. روحت نمت الساعة 1:30 تقريبا، صحيت الساعة 10:30 بالليل. ده التقليدي عندنا على فكرة. فما كانتش في فرصة ان انا اعمل اي حاجة، طلعت قعدت جنب ماما. صح كده. الساعتين اللي فاضلين دول. ايوه. واتفرجنا طبعا على باقي الحلقات بقى اللي في مسلسلات كان لسه ليها باقي حلقات. خلصتي ايه؟ طبعا جعفر العمدة. طبعا. كمان تحت الوصاية الحقيقة هايل. انا شايف انه احلى المسلسلات الرمضانية على الإطلاق، وبيمتد لعدد من المسلسلات اللي هي هتتكتب في تاريخ الدراما. صحيح. يعني زي مثلا فيلم أريد حلة، ده فيلم. صحيح. طبعاً وده مسلسل، بس هو في النهاية بيصير قضية وبيسيب نهاية مفتوحة وبيقول للرأي العام يا جماعة هتعملوا إيه في قصة الوصاية. صحيح. أعتقد كمان نيلي كريم السنة اللي فاتت كانت عاملة برضو قضية مشابهة برضو نفس الفكرة. فأنا المسلسل طبعاً بجانب القضايا اللي بيتعرض لها يعني، لكن بجد التمثيل اللي في المسلسل. عظيم. الكادرات اللي في المسلسل. لا 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 لا، عظيم. لا هايله هايله هايله. هنتكلم عن المسلسلات يعني، بس عشان ما ندخلش في تفاصيل ما نتوهش المشاهدين. صح صح. فانا وانت لما بنفتح في موضوع هنخلص. فبس ده كان اول ايام العيد. صح. يعني ده كان اول ايام العيد بالنسبه لي. بس طبعا كلت الكحك. هاي. كلت البسكوت، شربت الشاي باللبن، ماما جابت لي البيجامه بتاعتي. حلو. بتاعت العيد. فيعني الحمد لله. جميل. والنهارده بقضي معاكم اهو تاني يوم العيد، طبعا سعيده جدا كمان. فاتمنى ان بقيه اليوم يعني ما يبصش مني، لكن كمان بقى تالت ورابع يوم العيد، ايام العيد ان شاء الله يعني عندي في رفيق الدربي صاحبتي من واحنا في المدرسه، خلاص هتتجوز ان شاء الله في شهر 6. فبنحضر بقى مع بعض للفرح، لان الفرح عاملاه هي في مكان بعيد شويه. كويس. فلازم هنروح بقى ونحضر للفرح. بس ألف مبروك ليها من أسرة صباح الخير. ألف مبروك يا رنا والله. أنت بقى عملت إيه؟ والله أنا يعني من زمان، أنا العيد بالنسبة لي هو يوم الوقفة من وأنا حتى صغير يعني، ما بحبش أخرج أول يوم العيد. يوم الوقفة ده بالنسبة لي ليه طقوس مختلفة خالص. طبعا بتتغير كل مرحلة عمرية. أنا بالنسبة لي العيد هو رسم البهجة على وشوش أطفالي. ربنا يخليهم ليك ويخليك ليهم. دول أهم حاجة يعني، ده بالنسبة لي العيد، إن أنت تخرج معاهم تفسحهم. أنا خرجت مع أطفالي ومع زوجتي قضينا يعني يوم الوقفه لغايه ما اتاخر، رجعنا يا دوب نمنا ساعه تقريبا، ما نمناهاش يعني، وانا بالك، وعلى طول نزلنا نصلي العيد
وجينا من صلاه العيد عملنا شويه تليفونات للاهل والاقارب وبتاع، ونمنا طبعا صحينا زي ما انت قلتي كده برضو كان حوالي الساعه 4 وبس خلاص. بقى ايه تحت الوصايه وجعفر هتم الاول بالظبط كده. لا استنى بس، رجعت لنفس ال لا استنى بقى استنى، في هديه طبعا لبس العيد. لا احكي لي بقى، احكي لنا التفاصيل. لا لبس العيد انا جايبه من بدري، انا جايبه من نص رمضان. انت جايبه لنفسك ولا جايبه لهم؟ لا جايبه لهم والله، ما جبت لحد حاجه. لا والله حقيقي. احنا غلابه يا جماعه. لا والله جبت لهم لبس العيد. طبعا من بدري. والعيديه واديتهم العيديه طبعا طبعا طبعا. لا في اجواء وفي بلالين، جبت بلالين و يعني عملنا شويه شقاوه كده بقى، صواريخ العيد وكده يعني. يعني ايه، في شويه حاجات. انا بالنسبه لي العيد هو جيت معاهم هو بالنسبه لي العيد ان انت تخلي اطفالك سعداء، لان بصراحه بيني وبينك هو العيد الاطفال. انت لو رحتي حتى لصلوات العيد هتلاقي ان الناس بتحرص ان هي ايه تدي بونبوني للاطفال. صح. توزع كيس فيه، بس موجود لحد دلوقتي موجود. وانا بعتبر دي حاجه كده يعني ايه سلوك جميل قوي للمصريين، زي مائدة الرحمن كده متكرر حتى في الاحياء الشعبيه. منظر البلالين اللي بتبقى موجوده في شبكه، واول ما تخلص البتاع ينزل منظر مبهج، والالوان بتبقى حلوه قوي، مبهج وجميل. وانا بالنسبه لي العيد هو اللقطه دي، ده الماستر سين بتاع كل عيد. تكبيرات يعني العيد كمان بتبقى حلوه قوي طبعًا قوي طبعًا قوي طبعًا حقيقه طبعًا. يعني على اي حال ده دي كانت اجابتنا انا ومصطفى على سؤال الحلقه. هكرر لحضراتكم سؤال الحلقه مره تانية، قضيت ازاي اول يوم العيد ورحت فين؟ خلينا نتشارك مع بعض كده اجابات حضراتكم. سؤالنا موجود على صفحتنا على فيسبوك، مستنيين اجاباتكم عشان نستعرضها مع بعض في حلقه النهارده. كل سنه وحضراتكم بخير. صباح الخير عليكم جميعا. صباح الخير يا مصر.